العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما معنى الإيمان، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا كتاب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا كتاب مختصر من كتاب الفقه وغيري على مذهب إمام شافعي. اعلم أن أصول الثلاثة قسام: الإيمان الإسلام والإحسان. أما معنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. يقول رجعاء قرب سمعي محمد بن جزر شفعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومضفاه محمد وآله وصحبه ومغري القرآن معرفي وبعد ينادي المقدمة فيما على قاري لأن يعلم إذ واجب عليهم محذر قبل الشروع أولا أن يعلموا مقاري العروف والصفات ليلفظ بأسفح اللقات معري التجيد والموقف وما الذي رسي وفي المصاحف من كل مقطع ومصر بها وتائه تتامسك تكتم بها مقارج العروف 17 على الذي يختار ومن يختبر الالف الجوفي والصواري حروف مد لله وتنتهي ثم لعصف الحلق وجناء ثم لوزه فعن عام أدنى قين قاء ووقاحون أبقى اللسان فوق ثم كاف أسفل ووزن فجيم شريا وسط من عزيز تكوليا أطرف من أسار ويمنى واللام أدنى بمنتهى والنون من ذا البيت تجعلوا وراه تليد دار ادخلوا وتاه وتالوا وتالي العليا عليا الثنايا وتسير مرتفي من درفي ومن بزم الشافية فالفاهم معدرفي ثنايا مدرفة بشفتين وهم باهم ميم وكنة مغراس والعلوم ما يريد الله به غير أن يفقه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبي وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصل أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فصل ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بعقل في وجوده إلا الله. فصل علامات البلوغ 6: علامات البلوغ 3: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى والاعتلام في الذكر والأنثى والعيد في الذكر والأنثى لتسع سنين فصل شروط للداء 8: أن يكون بثلاثة أعجار وأن يلقي المعلى وأن لا أجب النجاسة وأن لا أدرى وأن لا ينتقل ولا أدرى عليه تبعته وعكفته وأن لا يسيب الماء وأن تكون الأعجار ظاهرة. فصل قبود وضوء 6: أولا النية، الثاني قصر الوجه، الثالث قسم اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح الشيء من الرأس، الخامس قسم الرجلين إلى الكعبين، السادس الترتيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا الكتاب كنت تقتصر منه في فقه على غيره، أما بعد فهذا الكتاب كنت تقتصر من أي غير بعد
على داب لا ممشى على داب ما ممشى فيه فهذا رحمة الله من دون قوة أو أمين على العبد وبالله التوفيق الفزم الإيمان بالله الإيمان والسلام والسنة فضل عبد الإسلام الرسول الدين الرسول الدين ثلاثة الإسلام الإيمان الإسلام السنة الإيمان بالله هو الإيمان بالله وتؤمن بالله بالقدر غيري وشر من الله تعالى أما معنى الإيمان بالله أو تعتقد أما معنى الإيمان بالله فهو تعتقد الله أبدا بدون ولا أبدا بحي ولا يموت ولا باقيا فقولوا رجع في ربي سامعه محمدا بنور جزيل شفيعه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه محمد وآله وصحبه وبعدين هذه ومقرى القرآن ومعبر بي وبعدين هذه المقدمة لما على قهري أن يعلموا وتجيب عليهم المحتم قبل شروعنا أول من يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفت بأفصح اللغات الفعل التجويد والمواقف ومن الذي رسم في المزاحف من كل مقدوع وبصير بها وتار وظلم فقدت بها مخارج الحروف 17 يلف على الذي يختار ما كتب يالف الجميع واقتواه حروف المد لله وهتديه ثم الأقصى الحلق والجناه ثم الوزي فجي مشير بها أذان غير الغاو والغاف أقصى اللسان فوق ثم قاف أقصى الوزي فجي مشير بها وذاك من حديث ذهية قد راس من أسره الله قرأنا لمتارا ومن دا ودر من هو من ولثنا والصفير المستفيد من هو من فقد ومن هو من فقد ثنا ودا ودر ومن هو من بشفتين الواو قاف ميم وقمت مخرج من خشوم من يرد الله به خير فقوه الدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على النبي محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اركان الاسلام الخمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاعت الى سبيله فصل اركان الايمان السته وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالله ما يغرب بالقدر خير وشر من الله تعالى ما معنى الايمان بالله معنى لا معبود بحق في الوجود الى الله فصل علامات البلوغ ثلاثه تمام وخمسه في ذكر الموزع والاختلاف في ذكر الموزع لتسع سنين والحيض في الوضع لتسع سنين شروط النساء عجل ثمانيه أن يكون بتاسة الحجاج وأن يقي محله وألا يجف النجس وألا يتغنى ما هو ما يبدو الوجود وألا يطاهر ما هو تكون الأحجار الطاهرة فروض الوجود ستة أولا النية ثاني غسل وجهي ثالثة غسل يديه المرتفل ثم رابع مجرى الشيء من الراس خامسة ترتيب السادسة الموالاة.